أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مؤذن يوكل شخصا آخر في الأذان وهو موجود في نفس المسجد، وقد بلغت عنه مراقب المساجد، فهل آثم إذا لم أبلغ عنه؟ إذا كان يترك الأذان من غير عذر فهذا يبلغ عنه ليستبدل بغيره، أما إذا كان يترك الأذان لعذر عارض ويزول فلا بأس بالتنويب والتوكيل لعذر عارض ويزول، أما إذا كان يفعل هذا من باب الكسل وعدم المبالاة هذا لا يصلح أن يكون مؤذنا، هذا يأخذ المكافأة ولا يؤذن، هذا قصد أخذ المكافأة، فهذا لا يترك بل يبلغ عنه ويستبدل بغيره. نعم.